البعض بيقول مثلا ان الاهلي لم يكن ذهنيا في افضل احواله وكان يجب ان يكون هناك تعامل اخر، فيترد عليه يقول له طب ما انتوا لعبتوا في 2006 ضد بلاش 2006 في 2012 في المغرب في قصدي في تونس وهكذا. طيب خلينا نتكلم بس في حاجات مهمه جدا في الموضوع ده، واهمها ان انت ما تحاسبنيش على ال 90 دقيقه اللي في المباراه. انا هنا مش بتكلم عن الاحداث اللي سبقت القرار بتاع الكاف وان الماتش يروح للدوله اللي هي فيها طرف منافس، انا بتكلم على عدم وضوح رؤيه. يعني انا لعب 3 مباريات في 9 ايام قبل الفاينل، وكنت لحد اخر لحظه مش عارف نفسي هلعب استن ولا مش هلعب، ده ضغط على اللعيبه، افقدتك بعض اللاعبين، انك اتصاب منك لعيبه ورحت عمرو السوليه ده واحد من ضمن العناصر انت فقدتها في المباراه، ما كانش جاهز بشكل كامل، اثر نفسيا طبعا، اثر نفسيا وفنيا وتكتيكيا صحيح طبعا، اجهاد ثم تريح، اجهاد تريح، انت مش عارف نفسك فين الجدول، الامور مش واضحه. انا بقى الناس هتقول لك ايه؟ لا انا مش عارف، انا على فكره مش بوجد مباريات، انا زعلان انا زعلان من لعيبه الاهلي عشان منطقيين، مش لان انت مش ده الروح، انا مش بتكلم هنا فن، بتكلم عن الروح، انا كنت عايزك تلعب بالروح بتاعه النادي الاهلي المعروف عنها، وبعدين تخسر او تكسب، طب ده الكلام اللي بيقوله خالد بقى، تخسر او تكسب مش مشكله، لكن جزء منها ان انا بلعب 3 او 4 مباريات في 12 يوم، بعد كده تريحني، بعد كده العب افريقيا، بعد كده ارجع. والفرقه دي يا كابتن اسلام بقى لها سنتين او سنتين ونص بتلعب بهذا الشكل، مفيش راحه صح. يعني انا برضو مش بحط مبررات عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا بقول للمره الثانيه والثالثه خلاص، احنا قلنا العنوان العريض ليس هناك مبررات بس عشان نقدر نتكلم براحتنا، زي ما حضرتك اتكلمت على مثلا ان احنا بنقول للاعبتنا لا خلي بالكم، بس في نفس الوقت اديني حقي، اديني حقي، عاملني عادل دلوقتي حضرتك، تعال شوف الدوري الانجليزي والالماني الجدول كله معلن بتاع السنه كلها هيبدا امتى وهينتهي امتى، هتلعب كل قد ايه وهتعمل كل قد ايه. على فكره بقى. على فكره لا ده جاي يحلم النهارده، انت تحلم النهارده صحيح لا الموضوع مش كده قوي يعني، ما هو انت بتحاسب يا كابتن، تعالى جهاز فني، حضرتك مثلا مدير فني عايز تحط اعداد للاعيبه، انا حاسب لعيبتي دي ازاي صحيح تعملهم، لا برنامج بدني ازاي، فاهم؟ ما هو ده اللي انا بقوله لك يعني انا خلاص، يبقى هو بقى الكلام اللي خالد بيقوله، ما هو احنا بس عشان نوصل لشكل معين يا محمود ان احنا نقدر نتكلم فيه، وهقول لك على الجانب الاخر برضه، ما هو لازم كلنا نعرف لما تيجي نتكلم نقول ان هذا الجيل من اللاعبين عمل كل حاجه صحيح، خد ثالث عالم، خد بطوله افريقيا مرتين، ثالث عالم ماشي، مرتين ثالث عالم واثنين سوبر افريقيا واثنين دوري ابطال واثنين دوري ابطال ودوري مش عارف كم مره وكذا، وكاس مصر. محمد هاني ده اللي ممسوك متقطع من امبارح لغايه النهارده، محمد هاني ده في ماتش بايرن ميونخ قال لك ده احسن باك رايت في العالم، فاهم؟ انا اقصد اقول لك انه ومحدش يزعل مني يا جماعه ان انا بقول الكلام ده، لانه الكلام ده لازم يتقال، ما هو مش ده اللي بيحصل، مزبوط. مش ده اللي احنا شايفينه بيحصل على السوشيال ميديا، مش ده اللي بيحصل من امبارح للنهارده وفي كل البرامج ان في اخطاء من فلان وفلان وفلان، فاحنا بنرد على هذا الكلام،